صغيرة وعلى كل كبيرة في هذه الانطلاقات. إذا مشاهدينا الكرام مرة أخرى نتابع هذه الانطلاقة للشوط العاشر، انطلاقة نتمنى إن شاء الله أن تكون موفقة، وأيضا الكلمة تعود مرة أخرى للزميل حمد بن محمد الزعبي. إذن حفلنا الكريم مشاهدينا الأفاضل أينما كنتم مستمرين، وعطاءاتنا مستمرة وأشواطنا متتالية، ونحن كذلك سعداء باستمرارنا وتواصلنا معكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام. نتعرف وإياكم على مجريات هذا الشوط لكي يتضح لنا هذا الشوط صوتا وصورة، بقيادة من يقود المسيرة ويحتل المركز الأول، اللي يحتل المركز الأول النداوي. النداوي يحتل المركز الأول لفهد بن علي بن سفران، ومن يقود المسيرة ويحتل ويقود زمام هذا الشوط. أما المركز الثاني نتعرف عليه، يصن غزيلان لخليفة بن عبد الرحمن بن عبد الملك، ومن يحتل المركز الثاني. أما المركز الثالث اللي يصن في ثالث المراكز يبدو لي هذا شعار سعيد بن علي بن حفار، اللي هو معزز يحتل المركز الثالث مشاهدينا الكرام لسعيد بن علي بن حفار المري، هو من يحتل المركز الثالث. أما المركز الرابع فيصلنا مشقي لسالم بن سعيد بن مهيره المري، هو من يحتل المركز الرابع. أما المركز الخامس فيصلنا رياض، الرياض يحتل المركز الخامس، تعود ملكيته للسيد محمد بن جار الله بن ذروة ويغير ويحتل المركز الرابع. إذن حفلنا الكريم مشاهدينا الأفاضل، أتممنا معكم نداءنا الأول على مسامعكم كامل مكمل، ونعود مباشرة إلى مقدمة الشوط. نعود إلى مقدمة الشوط، ومن يقود المسيرة في هذه اللحظة؟ معزز يقود المسيرة، تعود ملكيته لسعيد بن علي بن حفار، ومن يحتل المركز الأول. أما المركز الثاني اللي يحتل المركز الثاني في هذه اللحظات، اللي يحتل المركز الثاني غزيلان لخليفة بن عبد الرحمن بن عبد الملك، وهنا في المركز الثالث اللي يحتل المركز الثالث تغير في هذه اللحظات وقاد المسيرة واحتل المركز الأول، النداوي لفهد بن علي بن سفران. إذا ننتقل معكم ونتعرف على ثاني المراكز، قعود بن عبد الملك اللي هو خليفة بن عبد الرحمن بن عبد الملك مع غزيلان يحتل المركز الثاني، وهنا في المركز الثالث معزز لسعيد بن علي بن حفار، وهنا في رابع المراكز يصلنا شعار بن ذروة، شعار بن ذروة ولكن يرخطف في هذه اللحظة. المركز الرابع يصلنا خداع لسعادة الشيخ فهد بن عبد الله بن خليفة الثاني مع المضمر علي بن حمد بن جرحب، وهنا في المركز الخامس يصلنا شعار سيد، يبدو لي مشاهدينا الكرام هذا شعار سعيد راشد بن سعيد الزعبي، يبدو لي مشاهدينا الكرام، ولكن الرياض، نعم الرياض لعطية بن سلمان الرشيدي هو من يحتل المركز الخامس. إذا مشاهدينا الأفاضل أينما كنتم، يغير في هذه اللحظة ويحتل المركز الأول في هذه اللحظات النداوي يحتل المركز الأول، و1600 متر يا راع النداوي يفصلك عن ناموس هذا الشوط. النداوي يحتل المركز الأول كما ذكرنا لفهد بن علي بن سفران، وهنا في المركز الثاني يصلنا في هذه اللحظات غزيلان لخليفة بن عبد الرحمن بن عبد الملك، ومن يحتل المركز الثاني. وهنا في ثالث المراكز يصلنا رياض لعطية بن سلمان الرشيدي. أما المركز الرابع وصلنا شعار بن ذروة، يا سلام يا سلام، الرياض لمحمد بن جار الله بن ذروة المري يغير الأمور ويقود المسيرة مشاهدينا الكرام، يا سلام الرياض تعود ملكيته لمحمد بن جار الله بن ذروة المري، هو من يقود المسيرة ويحتل المركز الأول. أما المركز الثاني فيتراجع فيه غزيلان لخليفة بن عبد الرحمن بن عبد الملك، وهنا في ثالث المراكز أول نداء للناوي لسمو الشيخ
حمدان بن راشد المكتوم، فهد بن حسين النعيمي هو من يدير في عملية التدبير، وهنا في ثالث المراكز يصنع خداع لسعادة الشيخ فهد بن عبد الله بن خليفة الثاني علي بن حمد بن جرحب، وهنا في رابع المراكز يتراجع أغزيلان لخليفة بن عبد الرحمن بن عبد الملك، وهنا في خامس المراكز يصنى مياس لمنصور بن محمد بالعرطي الحميري. يا سلوم يا سلوم، خلونا مع رياض. الرياض يا أخوان أعرف هذا القعود جيدا، أعرفه وأعرف إنجازاته، له العديد من الإنجازات، وحصل وأن حقق في المحلي الأول أن حقق نقطة، فما أدري هل هو في هذا الشوط أو في شوط آخر. بينما رياض يقود المسيرة، الرياض يحتل المركز الأول. الرياض 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 للناموس، والناموس للرياض. يا سلام يا سلام عليك يا بن ذروة، يا سلام. إذا من ال 400 متر الأخيرة يحق لنا أن نزف التهنئة إذا واصل الرياض على هذا العرض وبدون أي منافس على الإطلاق وبدون أي تعليمات يبدو لي. إذا تهنئاتنا مشاهدينا الأفاضل نزفها من هذه اللحظات إلى مالك الرياض محمد بن جار الله بن ذروة الناموس. يا بن ذروة يا سلام يا سلام. إذا الناموس الناموس نزفه كما ذكرنا لمحمد بن جار الله بن ذروة على هذا الفوز المستحق، وأيضا له إنجازاته هذا القعود، له وأن حقق إنجازات عديدة. ننتقل ونشوف من يصلنا في المركز الثاني. اللي يصلنا منادي لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني. أما المركز الثالث فيصلنا الناوي اسمه الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. المركز الرابع معاند لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني. المركز الخامس هملول لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. إذا حفلنا الكريم مشاهدينا الأفاضل أينما كنتم، شهدنا وإياكم متعة جميلة وإثارة كذلك أجمل. بينما ها هو رياض غير يبدو لي من 1200 متر، غير مجريات هذا الشوط وحقق ناموس هذا الشوط بكل جدارة وبكل قوة وبدون أي منافس على الإطلاق. ها هي لحظات وصوله إلى خط النهاية، قاطع المسافة في 6 دقائق و 22 ثانية و 18 جزءا من الثانية. تهنئة خاصة أزفها لسيد محمد بن جرالله بن ذروة على هذا الفوز المستحق. المركز الثاني يصلنا في المركز الثاني منادي، قطع المسافة في 6 دقائق و 26 ثانية و 16 جزءا من الثانية. التهنئة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني وللمضمر سالم بن فاران المري. أما المركز الثالث اللي يصلنا في المركز الثالث الناوي، قطع المسافة في 6 دقائق و 29 ثانية و 3 أجزاء من الثانية. التهنئة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم ولفهد بن حسين النعيمي. إذن حفل